معكم مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم جينا نصيد الحوش كما كتشاهدوا. الطعم ديالنا هو الخبز او فلاوة تاجنو على المفلاو، ها هو كتاجنو كيرجع بحال هكا وكطعم به. تصيد به البوري، تصيد به البلطي، تصيد به تقريبا بزاف ديال النواع. خليكم معنا تشاهدونا هذه الرحلة. رايسيمو هيا من الملمقلة. رئيس محمد